اندلع حريق هائل بمستشفى الجزيرة بشارع فيصل غرب محافظة الجيزة، وجاري محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية. تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل إحدى المستشفيات الخاصة بشارع فيصل غرب المحافظة. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بثلاثة سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لإخماد النيران، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجاري محاولات القوات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.